امشي انا بقى. ماشي. بقول لك ايه، اقعد بس، انا عايزك. كنت عايزك برضو. كنت عايزك برضو. من كام يوم كده يا سعيد حصل مواقف غريبه شويه انا مش فاهمها. زي ايه؟ بعض اصدقائنا الموظفين اللي معانا هنا في الشركه لما باجي ابدي ارائي ليهم او باجي اشرح لهم حاجه او باجي افهمهم حاجه عشان ينبسطوا، مش علشاني، علشاننا كلنا والله، بلاقيهم شويه متضايقين، مستنكرين، متضايقين. يعني بحاول اقوم امشي، يمكن انا مضايق عليهم وانا مش واخد بالي، مع ان كل هذا الجهد اللي بعمله مش علشاني، ده علشاننا كلنا والله. مالك يا سعيد؟ ايه هو انت بتكلمني انا؟ عشان انت بتقول لي كل ما باجي. ايه ما باجي دي؟ كل ما باجي اعمل ايه؟ ما باجي يعني مش انت لغه جديده؟ مش انت درست لغات برضو؟ كنت بتقول لي درست لغات زي بس مش ما باجي. ايه ما باجي؟ كل ما باجي اجي يعني عمي. ايه ما باجي يعني لما بفكر اجي؟ طب ما تقول لما افكر اجي. اصل ما باجي كل ما باجي غير كل ما افكر اجي كتير. كل ما باجي فانت تحس على ودني كده، كل ما باجي كل ما باجي. ما باجي دي بقى لها معاك قد ايه؟ فتره. بس انت عايز مني ايه؟ انت قعدتني وانا ماشي. انا حاسس ان انت دايما بتفكر في حالنا كلنا، صح؟ في مين؟ في حالنا كلنا. في حالنا كلنا. ودايما بتفكر فينا، ما بتفكرش في نفسك، صح؟ طبعا. وده يعني لازم اكون شمعه تحترق من اجل نفسها. وليه تبقى شمعه؟ انت انسان اهم من الشمعه. صح صح. فبلاش تحترق، لا يعني انت ركز في حالك، ولو انت عايز تساعد الناس ساعدهم، بس ما تدعيش ان انت تقدر تقول زي ما بكلمك اجيب لك شيء هات للموظفين وانت مش هتحاسب. انت ليه دايما بتقول هات لهم كلهم؟ انا بدور عليكم كلكم. وليه ما تدور على نفسك؟ لا لا لا، انا ما بدعيش. انا كل ما باجي افكر في حاجه زي كده برضه ما باجي. كل ما باجي اتكلم في حاجه زي كده غيرها. انا لما يا سعيد لما باجي اقول لك يا سعيد هات لي كل الموظفين مشروبات، ما اكيد في استراحه يعني هيعملوا ايه؟ ايوه بقى على حسابك، ما تخلي كل واحد يطلب اللي هو عايزه يا استاذ فوزي. ليه لازم الناس تبقى فرحانه وهي بتطلب؟ يجي يخرج كده من شغله يلاقيك مجهز له الشاي، مجهز له القهوه، مجهز له عصير. طب انا وده هيزود استثمارك يا سعيد، مش هيفرحك ده؟ لا هيفرحني لما هاخد منك فلوس، انما انت ما بتدفعش فلوس، ده انت عليك 58 جنيه عادي. كل ما باجي اقبض بديك. بلاش ما باجي عشان انا هدفعهم انا ال 58. خلاص اعمل لك عصير. عصير ايه؟ عندي جايب لسه عصير جوافه، انما ايه؟ عنب. خد مني بقى دي بمنتهى الامانه. ادي كل العصير الجوافه لكل الموظفين اللي معانا في الشركه. اطلع بره يا استاذ فوزي، الاستراحه خلصت. الاستراحه خلصت ووقتك خلص. اتفضل يا استاذ فوزي. وانا كل ما باجي اقعد معاك تقول لي يلا روح امشي. معلش انا مش هبقى اجي اقعد معاك تاني. لا ما انا كل ما باجي هنا بتعامل معامله نفس الموظفين ما بيتعاملوا، وانا من الموظفين المجتهدين في هذا العمل. اتفضل يا استاذ فوزي. انا 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 في في هذه الاونه بدات ابقى متضايق من بعض الاشخاص، وانت منهم يا سعيد، وبارجوك بعد كده ما تزعلش مني، وانا مش هبقى اجي هنا عندك تاني. لا انا ما باجي، هجيب لك عصير الجوافه دلوقتي عندك في لما باجي. طب انا داخل للمدير دلوقتي عشان هو قال لي اما تبقى تيجي يبقى تعال. ماشي. مع السلامه. انا مش بروح للمدير علشان عشاننا كلنا، علشانكم انتم. ايوه مش فاهم انا في ايه، هو ايه اللي حصل؟ وانا مش فاهم. انا هو النهارده في حاجه غريبه، كل ما باجي ايه ده؟ كل ما باجي ايه؟ هو الراجل ده عداني ولا ايه؟